هلا يا هلا، يسعد اوقاتكم ورب يحفظكم. الجديد واللي ما مشترك بالقناة يسعدني ويشرفني اشتراكك وانضمامك بقناتي. اليوم راح اخذكم الى مكان راح يعجبكم وراح اطول عليكم. خلينا نروح نشوف شنو هذا المكان. Let's go. حبايب قلبي، هذا الهول سيل اللي هو مثل البيت جملة. شلون البيت جملة؟ Go ahead. Go ahead. هذا الناس اللي تشتري من عنده بالجملة. فخلي اشرح لكم شوية شوية مضبوط، نشوف شكو هذا المكان ويا رب ان شاء الله توصلكم الفكرة كاملة واقدر اوصلكم الفكرة كاملة او اقدر افيدكم بهذا الموضوع. حبايب قلبي نقول ايه ونجر خط، خلينا ندخل جوا. هنا أنا مثل سوق الجملة. اوكي حبايب قلبي، حتى بس افهمكم اني شنو بهذا الهوسيل. الهوسيل هو تابع سوبر ستور او سوبر ستور تابع لهذا المكان. فخلينا نشوف شكو بيه شنو موجود من مواد. هسه انا هذا ان شاء الله الاستخدام او استعمال مرة واحدة. احنا قبل شفنا هذا الشيء وديتكم هاي الاكواب كلها استعمال مرة واحدة. احنا هذا ما يهمنا، خلينا نروح لغير مكان يفيدنا. هاي هسه ادوات المطبخ، اذا كان تخلوها بالفرن او الشغلات اللي تريدون انتو تحافظون عليها الحرارة مالتها، تحافظون على الحرارة مالتها، تخلون الاكل بيها والحرارة تكون تحتها موجودة. هاي بيشوفوها هذا المكان اللي هو الهولسيل، سوق الجملة كأنه. ومثل ما قلت لكم هذا تابع إلى السوبر ستور أو السوبر ستور تابع لهذا المكان. احنا رحنا على السوبر ستور، اللي ما شايف السوبر ستور خليه يشوف، يروح يشوفه أو أخليكم إياه بصندوق الوصف. هذا كلها الجدار، احنا نقولها الجدرية، ايش سعرها؟ 100. هاي كل ما يخص ادوات المطبخ، وهاي الاسعار قدامكم. بس هذا كلش ثقيل، هذا كلش ثقيل ترى. هاي 2 ب 110، هذا الواحد ب 160 دولار. الكنديان تاير افضل من هذا المكان بهواية، انا بالنسبة لي بها ضمان والى اخره. فإذا بعد ما تستقرون أنتو وبعد ما تثبتون نفسكم تقدرون تشترون من مكان راقي وبضمان أكثر. هاي الزجاجيات، هاي كل ما يخص الزجاجيات، هاي الشيبك، بعد شنو خلنا نشوف شكو. بعد ما أنتو تستقرون بالمكان اللي أنتو حبيتوه واللي أنتو ردتوه، خلاص بعد ما بيها مجال لازم تشترون انتو المواد اللي تظل وياكم او الشغلات اللي تظل وياكم، اذا كان ادوات مطبخ والى اخره. هاي همين، هاي حتى وصل نظفون بيها الطاولة او يعني طاولة الطعام والمطبخ وغيرها. هاي الملابس للطبخ، يعني الشيف يلبسه. هاي شنو الشغلات همين؟ بلاستيك، هاي كلها بلاستيك. يعني أنا بس دا أشوفكم حتى توصل الفكرة عندكم كاملة من الألف إلى الياء. هاي السكاكين، السكينة الواحدة 49. أنا همين سبق وذكرت لكم الشغلات هاي كلها ترى بمكان واحد اللي اسمه كنديان تاير، أرقى من هذا المكان. هاي الشغلات اللي تشتروها انتو كسكاكين، ملاعق، يعني والى اخره، ادوات مطبخ من الكنديان تاير. خلينا نشوف شكو بعد بي. هاي كلها زجاجيات، كل ما يخص زجاجيات. ما اعرف يعني اشوفها جدا بسيطة،
وعادية جدا. بس تقول ليش انت جيت لعد هنا حتى اوصل لكم فكرة، بس اوصل لكم فكرة حبايب قلبي. قولوا ايه وجر خط. المواد مالتنا لا تكون من مكان واحد، خلي تكون السلة متنوعة مشكلة من شنو هذا بلاستيك همين عبالي بايركس والله طلع هذا كله بلاستيك، فلا يكون من مكان واحد، خلي يكون متنوع من أنا شيء عجبني أخذه من غير مكان وإلى أن أني أضبط الوضع حتى المصروف مالتي ليصير هواية وبدون معنى ودائما كل مرة أشتري فأعرف وين أخذ الشيء اللي أحتاجه مو من مكان واحد. فهمتوني شلون حبايب قلبي؟ هاي كلها مواد تنظيف وشغلات. إذا عندكم تكون مثلا سينك مسدود هذا يفتحها، يعني مستقلون أنتم التعليمات شنو اللي ورا، إيش كم دقيقة تخلوه، هاي كلها تقروها، إيش قد الوقت تخلوه، يقول لك تقريبا 7 دقائق تخلوه وبعدين تخلون وراء ما يحار، بس دير بالكم على نفسكم. هاي احنا نحتاجها دائما. هذا ملمع كل الصحيات اللي موجودة، اذا كان مغاسل الحمام عطرة طيب ورهيب، يعني انا استخدمه، يعني احنا نستخدمه في البيت. هذا احنا نجيب من هذا اسمه الفيم. هاي احنا أنا بعض الشغلات البسيطة عندنا، البصل الطماطة هاي اسعارها كلها نشوفها. انا اخذكم جولة سريعة حتى بس اوصل لكم فكرة شكو موجود بهذا المكان. هاي اكثر الناس اللي ياخذون اهل المحلات، يعني ياخذون بالجملة. خلي نروح جوا نشوف شكو بعد على افران. يا حبايب قلبي هذا شنو؟ كرواسان. هاي كل المعجنات هنا. خلينا نشوف شكو بالثلاجة وغيرها. بس احنا فتنا بالثلاجة، هاي كلها ثلاجة. اذا سامعين الصوت او لا ما ادري. كل ما يخص اللحوم، كل ما يخص الدجاج، الاسماك، بس اسماك يمكن ما موجودة هسه. هسه اشوفكم حتى لحم حلال موجود. دقيقة حتى اشوفكم حلال. هذا حلال ايش قد سعره؟ سعره 37 دولار الكيلو، ب 17 دولار الكيلو، ب 17 اوكي. وهذا حلال. هسه اجي كل هذا حلال. هذا لام، هذا هم يشوف، هذا غنم يعني، هذا حلال. شوف ايش قد سعره الكيلو، ب 15 دولار الكيلو، ب 15 دولار. وعندنا هذا همين اليوم كله، هذا كله حلال. شوف هسه هذا حلال، حلال الكيلو ب 16.5. هذا الوزن كله تقريبا صار 48 50 سنت. هاي كل اللحوم اللي هنا حلال. ذبح يدوي اسلال. هذا ليش الكيلو؟ الكيلو ب 12 دولار 13 دولار. هذا تقريبا نص كيلو. كل ما يخص اللحم هنا موجود. إذا كان دجاج، إذا كان لحوم حمراء، بس لحد الآن السمك ما شفت بغير ثلاجة يمكن، لأن هنا ترى هواية ناس يأخذون، هواية ناس يأخذون. شوف أكو قوة شرائية رهيبة، بس هسه لأن أنا جيت بوقت ميت، فالحمد لله والشكر أقدر أصور لكم وأقدر أشوفكم. يلا let's go. هاي كل ما يخص الألبان،
الحليب، إذا كان كريمة الخفق وغيرها، وهاي الأسعار حبايبي. وهذا الحليب إيش قد سعره؟ 70 سنت، اللي هي إيش قد حجم؟ يعني إيش قد 237 ملي. هذا كله حليب، كل ما يخص الحليب، حليب وبيض وأجبان، هاي كل البيض. شوفوا هذا 12 بيضة، 12 بيضة 3 دولارات و20 سنت، هاي 18 بيضة 5 دولارات و32 سنت، وهاي 8 دولارات وتقريبا ونص، هاي 30 بيضة. هذا الزبد 8 دولارات ونص، هذا بدون ملح، هذا بالملح، كل الألبان هم هنا موجودة، وهاي أسعارها. راح أطلع من هنا لأن صارت إيدي ثلج والله. Let's go guys. هاي كلها الثلاجة احنا شفناها، كلها لحوم، شفنا الزبد والجبن والاجبان والالبان كلها. خلينا نروح على الثلاجة اللي بصفها، اللي هي كلها خضروات، واشوفكم شكو بيها. Let's go. هاي هنا أنا. خس، هذا خس مقطع كامل وجاهز 6 دولارات. بس اشوفكم كل شيء، بس حتى لا اضايق الناس انا دا اصور، ما ادري اذا صوتي مسموع او لا، اعذروني لان صوت التبريد والثلاجة جدا صوتها عالي. كل شيء موجود، يعني الملفوف، الاهانة هي الملفوف. ها بامية، البامية والله بامية، بس خشنة نحبها الناعمة. فاصولية خضراء همين اكو، سبينار، كل شي موجود، شلغم، شوندر، بوتيتا حلوة، كيروت اللي هو الجزر، هذا الصغير البيبي، وهاي الكوسة الخضراء اللي احنا نحب مالتنا، مو هذا اللون. العراقيين يعرفون يا كوسة ناكلها، اللي هي الشجر. هاي الماشرومز، هاي الفطر، هاي تشوفون الأسعار قدامكم حوالي. إذا ما أحس بيها صدقا يعني خلص، يعني الهواء بارد بثلاجة وقاعد دافئ. أنا ما دا أحكي حتى تبس تشوفون شنو موجود. هذا جزر الكبير العادي 5 دولارات الكيس، وهاي النوعية 3 دولارات ونص، تختلف. خلصت الثلاجة الثانية، خلينا نروح نشوف شكو بعد موجود. هذا ستروبري الفراولة، العلبة 5 دولارات. يلا ليتس جو.
هاي حبايب قلبي المشمش المجفف التمر المكسرات كلها هنا. خليني اشوف بعد شوفي هاي كل المكسرات حبايب قلبي. وهاي همين ثلاجة او مجمدة بالاحرى. خليني اشوف شكو بيها. خلينا نروح نشوف شنو جوا. بيز هاي هنا اللحوم جامدة يعني هاي مو ثلاجة وانما مجمدة. يعني اني انتهيت اني انتهيت. هاي هنا كله مجمد. هذا لحم هذا خروف كامل او نص ما ادري يعني جمدت. هذا حلال سعره الكيلو ب 15 دولار. سعر هذا 148 ونص. كل اللحوم هنا انجماد. واكو شغلات همين بقوليات خضروات جامدة وغيرها. هاي كلها ثلاجة او مجمدة. ها تركي همين جمدة تاني. خل اطلع. اوف شنو هالبرودة هاي. هاي ابرد من هذيك 20 مرة. ما ادري ايش قد تحت الصفر بس اشوف لازم كاتبين. بعدين خلينا نشوف شكو موجود هنا بهذا العيط. هذا ما يفيدنا بصراحة صدقا ما يفيدنا هذا العيط. بس اكو القهوة اوكي. بعد شنو شاي اذا اكو. بس هسا كلها لحد الان قهوة. كلها القهوة والنسكافيه. بعد شنو شكو. والفانيلا وغيرها 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 والى اخره. الشاي هسه هنا موجود. هذا كله شاي بس كله تي باك. عرفت هسه اشوفكم وينه. هذا كله تي باك. هذا شوفوا كله تي باك. احنا ناخذ الشاي من المحلات العربيه. احنا ما نشرب التي باك. خلينا نشوف شنو احنا هنا موجود. هنا هذا الشيبس. على العموم هذا هم ما يفيدنا يعني. خلينا نروح على شغلات تفيد الجميع. يلا حبايبي هاي كل المعلبات اللي اكثرها بقوليات يعني الحمص الفاصولية الباقلة الفول. شوفوه اذا كان معلب واذا كان غير معلب. هاي موجودة هم ماش. هاي اللوبيا بيضة. خلينا نشوف بعد شوفوا التمر هندي. وهاي الشغلات ناخذها من هذا المكان احسن من ناخذها من المكان العربي لان ارخص. العربي ياخذوها منا في بعض الاحيان ويبيعوها غالية. فليش انا اخذها من عندهم؟ لا اجي اخذها من انا. اكو شغلات ترى ما تحتاج احنا نروح للمحلات العربية. اكو شغلات نقدر ناخذها من هاي المحلات اللي هو اول ماركتات الكندية. خلينا نفتر هيك على السريع وانتو تفرجوا. هاي شغلات كلها ما يخص الاندومي وغيرها. جماعة الاندومي. هاي هنا الخضروات والفواكه المجمدة. كل ما يخص الخضروات والفواكه المجمدة تلقوها بهذا السكشن. شو تريدون موجود. حتى اكو بعض البقوليات مجمدة. خلينا نشوف شنو اكو موجود. نشوفون انتم. هاي البوتيتا المقلية بس مجمدة اللي هي الفينجر شيبس. هم موجودة بس تاخذوها تشتروها تحموها وتاخذوها.
المأكولات البحرية. هذا السلمون، أنا بس السمك سبق وأن ذكرت أكل السمك، غير الباقي يعني المأكولات البحرية ما أقدر أكلها. وهي أذواق، لولا تعدد الأذواق لبارة السلع، كل واحد وذوقه. هاي كل ما يخص الأسماك. أنا هذا التركي، هذا التركي بس سعره $35 الوزن مالته. أنا هذا شوفوا التركي النص كيلو $2.20. هاي المأكولات البحرية، هذا الشريم وغيرها. ولا ما أكلها، بس أكو ناس اللي يشوفها اللي تعرف أسعارها، فشوفوا السعر. أدار وأشوفكم. خلص هذا سكشن مال أسماك، خلنا نروح على غير سكشن. Let's go حبايبنا. هاي هم كلها أسماك. هذا خلي أشوفكم يعني شلون. الكيس تصير كيس سعرها $7.50. أشكال. هاي البيتزا اللازانيا، لازانيا سعرها $10، وهاي 9 حسب الحجم، حسب الشغلات اللي بيها. وبيتزا اكو همين، حتى بس تشوفون الاسعار. هاي كل ما يخص البيتزا واللازانيا وغيرها. شوفوا حبايبي، أنا ما راح أخذ هذا كله للنهاية، هاي كلها مشروبات، إذا كان عصائر أو مشروبات غازية، فما راح يفيدنا. شوفوا هذا، شوفوا كلها مشروبات، وهاي الشوكليت وغيره همين أخذكم فرة، بس هذا شوفوا هذا والمقابيله. خلي الروح الغير آيض. هذا الآيض كل ما يخص الصوص، الكاتشب وغيرها. شوفوا بالسوبر ستور كل الأحجام تجي بهذا الشيء شوية أكبر، هنا أنا تجي بهذا وتجي بهذا. فهذا اللي أقول لكم عليه الجملة، يعني بالسوبر ستور ما تلقى هذا الحجم، هذا الحجم ما تلقى، اللي هو 16 لتر ما يجيبه، ولا يجيبون هذا الأربعة لتر، يجيبون أصغر من عند هذا الشيء، لأن هاي هنا الناس اللي عندها محلات، اللي يعني مو العائلة. وهم خالي لكم شغلات هيك نماذج بسيطة صغيرة، هي هاي العلب الصغار، إذا تأخذ من العلب الصغار أوكي، أو هذا شوفوا بالسوبر ستور تلقون هذا الحجم، بينما هنا تلقون هذا، هذا صغير، وتلقون هذا الحجم اللي هو كم لتر؟ 20 لتر. نقول ايه ونجر خط. هذا صاص، هذا الكاتشب، وهذا الباربيكيو. اكو اشكال. Let's go. هسه انتو اخذتوا فكرة عامة على هذا الآيض. وهاي السكر هنا، الشكر، اذا كان شكر ابيض اسمر موجود، فعندنا من الكيلوغرام الى العشرة كيلو. هذا العشرة كيلوغرام ايش قد سعره؟ $13.50. وهذا الكيلوغرام واحد بدولارين وخمسين سنت.
المكان كلش كبير، المكان به هواية تفاصيل. أنا بس أخذتكم فرة بسيطة، لأن إذا أفتر يعني شوية شوية وأظل أركز على كل الشغلات اللي موجودة بي، صدقوني ما راح نخلص أو ما راح نفضها بسرعة، يعني راح يصير الفيديو على التليفون له غضب. هذا الطحين $20، $21. نشوف شنو الأسعار. هسا كلها راح يعبوهن، لأن ما أخذين الشباب والناس، هسا أبو الشباب إجا أخذهم كلهم. اللي عنده محلات، اللي عنده مخبز، اللي عنده فرن يعني ياخذ. هذا احسن نوعيه هو الروبن، واكو هذا النو نيم همين ماشي حاله 20 كيلو اكو عندهم، و10 كيلوات، واكو 5، واكو 3، واكو 1، واشكال. فخلي نشوف بعد شنو عندنا. هاي كل ما يخص الزيوت، إذا كان زي زيتون أو زيت العادي الطبيعي اللي نستخدمه إحنا بالقلي. نشوفون ها حتى قعدهم ترى هذا الدهن حر. أكو شغلات همين أرجع أقول لكم، أكو شغلات ما أخذها من المحلات العربية، أخذها من أنا بسعر أرخص بهواية. قارنوا وشوفوا المواد اللي موجودة، بعض الشغلات مو الكل. اكو شغلات هنا ما موجوده بالمحلات او بالماركت الكندي، تلقوه بالماركت العربي. بس اكو شغلات لما انتم تدورون راح تلقون سعر كلش ارخص، او يعني فرق كلش كبير، فرق كلش كبير بين المحلات العربيه والمحلات او الماركت الكندي. انا حبيت اوصلكم فكره، حبيت اشوفكم شكو موجود. هاي شوفوا انتو، هسه راح اني اخذ هاي اخر فرة. شوف شنو هنا، هاي هنا البهارات، كل ما يخص البهارات. ولهنا أنا أصدقائي خلصت جولتنا بالهولسيل. الهولسيل هو بالجملة. أتمنى وصلت لكم فكرة بسيطة عن هذا المكان. لا تنسوني إلي والأهلي من الدعاء، راح أخليكم صندوق الوصف الانستا والفيسبوك وجروب الفيسبوك. فضلا ولا يسامرا سووا متابعة على حسابنا. أشوفكم خير، لأحلى أصدقائي.